أنا لا أجد أكثر من المدرسة واللي هو دور المعلم بشكل أساسي هو اللي يبني هذه لبنان. تعرفون العائلة أساسية أيضا في هذا، ما يحتاج أتكلم عن العائلة لأن العائلة أساسية بكل الأحوال، هي وحدة بناء المجتمع وما يحتاج نضيف إلى شيء جديد. بس عندنا النظام المدرسي اللي هو كان قديم، منذ ترى قديم الزمان أكو نظام مدرسي، بس الفرق كان النظام المدرسي للخاصة مو لعامة الناس في القديم. الآن أصبح نظام مدرسي مفروض لعامة الناس، لهذا الدولة تؤمن بمجانية التعليم حتى توصل الإنسان إلى مرحلة من مراحل المعرفة ممكن أن يسير بحياته بشكل سليم ويكون عضو نافع في هذا المجتمع. اليوم المدرسة هي يعني لبنة أساسية في هذا البناء، والمعلم اللي هو أساس المدرسة. احنا بالنسبة لنا رعاية المعلم أمر أساسي وضروري نظر فيه. بالطبع ما ممكن المعلم، نعرف الإنسان حتى يعطي من وقته ويعطي من مجهوده يجب أن يكون مرتاح، على الأقل الأساس أو الجانب الأساسي من حياته مؤمنة بشكل صحيح وسليم. أما إذا هو كل حياته معاناة وكل وضعه معاناة ما راح يقدر يقدم الكثير، هذا نعرفه. وبالتالي جزء من هذا الاهتمام هو اهتمام بوضع المعلم وحقوق المعلم ومكانة المعلم في المجتمع، وأيضا توفير البيئة الصالحة اللي هي المدرسة.